الأفعال أعلى صوتا من الكلمات. اليوم هذه الفقرة مهمة، نتعرف فيها على علامات في شخصيتك قد تجعلك شخصا يصعب التعامل معه. يمكن أن يكون الموضوع صعبا على البعض أن يعترف بذلك، لكن من المهم أن نتعرف على هذه الصفات التي يمكن أن تبعد عنك الناس. أستاذة، إذن تنضم إلينا في الاستوديو الاختصاصية النفسية سماء حسونة. بداية شكرا جزيلا لانضمامك إلينا سماء. خلينا نبدأ رأسا بالسؤال، ما هي أهم الصفات التي قد تنفر الناس؟ بداية رح أحكي عن أكثر صفة يمكن تكون واضحة وبتسبب الإزعاج للشخص نفسه وللآخرين، هو الشخص اللي عنده صعوبة في الغفران. نعم، قد تبدو من بعيد فكرة أنك تسامح شخص أذاك أو تسبب لك بالمضرة شبه مستحيلة، لكن لما تتفهم وتتعرف على التبعيات السلبية اللي بتعود فيها عليك ممكن تعيد النظر في الموضوع. ممكن خلفية الخلاف، يمكن أنت تكون مكون فكرة خطأ، يعني نعم، تسرعت في حكمك على الشخص، أو حتى انشغالك بالمشاعر الغير مريحة المرتبطة بالتجربة يمكن تشتت انتباهك عن الدروس اللي لازم تستفيدها من هاي التجربة، مثل أنك أنت رفعت سقف توقعاتك من هذا الشخص أو ما عرفت تحط الحدود المناسبة. برأيك هل التعاطف سمة فطرية موجودة عند الشخص أم ممكن أن يتم التدرب عليها بالحياة؟ هي الجانبين، أولاً هي سمة فطرية لأنه في بدماغنا خلايا عصبية اسمها المرآة، فلو سقط شخص أمامنا رح نبين ردة فعل إنه توجعنا أو خفنا، فهذا جانب الفطري وهاي ردة الفعل اللا إرادية، لكن قرار إنك تروح إيش الطريقة اللي بدك تستخدمها لحتى تساعده هذا ممكن تتدرب عليه وتطوره. طب ماذا عن الأشخاص اللي ينتقدون كثيراً أو ينطون نصائح هواية شوية يزعجوني، خصوصاً أحياناً للكبار بالعمر يعني؟ صحيح. نعم صحيح، إحنا هون ما بنحكي عن النقد البناء أو التغذية الراجعة لأنه هالمنهج سلمي هدفه التطوير والتحسين وما بيستهدف الأشخاص أنفسهم قد ما بيستهدف السلوك المراد تعديله، لكن بالنقد الغير بناء هو اللي بيقوم فيه الأشخاص بمسح المواقف والمشاهد وتسليط الضوء على نقاط الضعف والعيوب، وبالعادة النقد بخبرنا كتير عن شخصية الناقد أو عن سيكولوجية الناقد أكثر من الشخص المنتقد، فهدول الأشخاص بيستخدموا هالطريقة اسمها الإسقاط للدفاع عن الأنا أو إنه عندهم مشاكل بالثقة في النفس. وهناك طبعاً هذا مزعج أكيد، ولكن يعني بناجه ناس يجدون صعوبة في الاستماع للآخر، بسموها one way monologue. نعم. إنه يتكلم يرسل ولا يستقبل. نعم. اللي هو يستقبل بالأحرى. نعم، اللي هو بيقضي وقت كتير خلال الحديث وهو بيفكر هلأ أنا شو بدي أجاوب، أو كتير بتغري فكرة طرح المساعدات والتعاون. نعم، قديه بيكون هالتواصل مش مشبع، ما بيحقق ثقة جيدة وما بيصير فيه تبادل خبرات. يعني هل الاستماع بحد ذاته ممكن يريح الشخص اللي أمامنا؟ أساس التواصل هو الاستماع، مرات الأشخاص بيكونوا حوالينا بس بدهم يفكروا بصوت عالي معك وبيحتاجوا لطبطبة أو تطمين مش أكتر، فعرض المساعدات على طول يمكن يكون بسبب لهم إزعاج. أستاذة سماء، ما يعني تفسيرك للافتقار إلى الوعي الذاتي؟ نعم، بالافتقار للوعي الذاتي ممكن نحن ما تعلمنا كتير تقنيات نقدر نتدرب فيها على كيف زيادة الوعي. في أداة اسمها جوهاري ويندو، عملها تنين سايكولوجيست هم جوزيف وهاري، الأداة هاي بتساعد الأشخاص على إنهم يزيدوا من وعيهم الذاتي. بس شو يعني وعي ذاتي عفوا؟ نعم، هي أداة الشخص بعرف أساس أفكاره سلوكياته ومشاعره، لما أسألك أنت ليه تصرفت معي بهذا التصرف أو ليه حسيت هذا الشعور بهذا الموقف، على الأقل يكون عندك جواب. طب ليش هذا يعد شخصية صعبة؟ نعم، لأنه هي مرتبطة بالأصالة، والأصالة هي تقديم النفس على حقيقتها، فإذا أنت ما عندك وعي كافي بنفسك ما رح تقدر تقدم نفسك على حقيقتها، وهالشي ممكن يكون منفر للآخرين. نعم. طيب ماذا عن يعني ممكن نقدم الناس على عكس حقيقتهم، أو مثلا نقدم الأشخاص، أعتقد هذا يسموه الغاز لايتر صح؟ ولا شخص ثاني؟ أو ممكن نقدم أنفسنا إحنا على عكس حقيقتنا، هل اللي كنا بنحكي عنه قبل شوي اللي هي الأصالة، فزيادة مستوى وعيك بنفسك رح يزيد فرصة أنك تقدم نفسك على حقيقتك. هذا جزء من النفاق والكذب؟ يعني ما بعرف إذا رح يتسمى نفاق أو كذب، مرات تلميع إحنا بنكون مرات منعتقد إنه إحنا هيك رح نكون أكثر انسجام مع هذا المجتمع أو الفئة اللي عم نتعامل معها. نقول عنه فشار يمكن بالعلمي. ممكن.
ممكن. ماذا عن الشخص اللي يكون perfectionist كمالي، يريد كل شيء perfect، أو يكون حتى ممكن يكون أحياناً bossy، يعني يريد أنت كل الناس تمشي مثل ما هو يريد، امشي نطلع إلا نروح هذا المكان بهذه الساعة، خصوصاً بالسفر هذول الناس جداً متعبين، مزعجين ومتعبين. نعم، الترتيب والنظام هم مش إشي سيء، لكن التطرف فيهم يمكن يسبب صعوبات للشخص نفسه وحتى للأشخاص المحيطين فيه. صحيح، قد ايه الشخص بيدرب حاله على المرونة النفسية، قد ايه بيريح حاله ورح يكون صحي حتى في تفاعله مع الآخرين، حتى هذا بيأثر على التغيير. على كل حال رح نروح إلى لبنان وعملنا تجربة للتعرف على الشخصية التي يصعب التعامل معها، نتابع. الشخص اللي كتير بينتقد لأنه بفكر حاله أنه هو أحسن شيء، اللي بينتقد صعب كتير تتعاملي مع اللي بينتقد، يعني دايما بيشوف النيجاتيف بكل شيء. واما الثاني وحده دراما كوين كمان، على كل شيء بده يعمل مشكل، وهذا كمان يعني نيجاتيف، والما بيسامح من بعده كمان. هلا ما بيسامح ارحم من بعده ليك، وبالاخر عندك اللي تبع الروتين كمان صعب. ما بيسامح هذا ما بحبه يعني صراحه. هذا الثاني اللي دراما كتير يعني كمان منه تمام صراحه. واللي منتقد يعني عم بيكون له يعني رأي، مشان هيك عم ينتقد الشيء. وآخر شيء الروتين، اللي بيكره التغيير، بعده الدراما، الشخص اللي ما بيسامح، والشخص اللي ما بيحب الروتين. سمعنا أحد الإخوان تكلم عن الانتقاد، شلون نسوي نقد بناء إذا تعطينا أدوات أو تولز، يعني جمل مثلا، أريد أنتقد مثلا شخص لابس اليوم مثلا مو متناسقة ألوانه مثلا، يعني أريد أنتقد بطريقة بناءة بدون ما أجرحه، شو ممكن أقول له؟ كثير اعتبارات ممكن نأخذها بعين الاعتبار عند تقديم الانتقاد. أولا اختيار السياق المناسب، المكان المناسب، التوقيت المناسب. أيضا أركز على أني ما أنتقد الشخص نفسه داخله، أنتقد التصرف أو السلوك أكثر. ومهم الانتباه للعمر، فالأشخاص دون سن 7 سنوات المنطقة المسؤولة عن التفريق بين النقد والرفض ما انبنت لسه، اللي هي البريفرونتال كورتكس. لذا حتى هاي الطريقة تحت هذا العمر ما بتكون كتير فعالة. سما، كل الحكينا مهم، ولكن هل هناك طريقة هيلينج أو علاج، أو الواحد يتدرب خلال يوم أو بحياته بشكل عام أن يتخلص من كل هالأشياء السلبية؟ نعم، الحلو بكل هاي الصفات اللي إحنا حكيناها إن هي قابلة للتعديل والتطوير. تحتاج تبدأ تجرب لحالك بأنك تثقف نفسك أكثر، ممكن تحضر فيديو، ممكن تقرأ كتب عن تطوير هاي المهارات، تنتبه على نفسك. نعم، أهم تراقب شيء. نفسك، لأنه ممكن تكون تعمل نقد الذات وبتعمل التواصل الغير بناء حتى مع نفسك قبل ما تكون عم بتطبقه مع الأشخاص الآخرين، وهالشي ممكن يعمل مشاكل قلق، توتر، إحساس بالذنب، ويوصل للاكتئاب. خلينا نعود إلى متابعينا على منصات التواصل الاجتماعي ونشوف ماذا قالوا. برأيك من هي الشخصية التي يصعب التعامل معها؟ محمد حبيب أجاب: الشخصية الأنانية، وهي شخصية غير سوية. أتفق معه تماما. صحيح. وعدي أبو إيهاب قال: اللي بيعمل خطأ ولا يقبل نصيحة الآخرين. محمد أيمن كان رأيه متقلب المزاج، مودي يعني. وسما، مش أنت، وسما السعيد كان رأيها مشابه للكثيرين، وهو النرجسية للأسف. إذا نعود إلى ضيفتنا مرة أخرى، بالنسبة للإنسان النرجسي هذا صعب التعامل معه أصلاً، يعني سواء كان ما يحس على نفسه، بهذه الحالة شو نسوي؟ كيف نتجنب هذا الشخص؟ يعني مهم كتير بالعلاقات وضع الحدود، ولما تحس إنه هذا الشخص بدأ يتسبب بالأذية أو من الممكن إنه في خطر إنه يتسبب بالأذية، يفضل إنه نناقشه بصراحة ووضوح، ونحاول نرتب الحدود لحتى ما يتعداها. نعم، ويتسبب لنا بالأذية. ولكن ماذا عن المزاجي أو المودي؟ كيف نتخلص من أفعاله؟ أنا إلي أعز أصحابي أحياناً يكونوا مودي، يعني صعب الموضوع. شو كيف الحل برأيك؟ هلأ رح يختلف قديه قريب هذا الشخص منك أو قديه إذا قريب هل هو؟ نعم، إذا قريب أعتقد النقاش الصريح والواضح، بس مش بطريقة تهدد الشخص هذا نفسه. يعني ممكن أخبره قديه أنا عم بتأثر من هاي المزاجية. بس مرات سما في أشياء بيكون مثلاً هاي المودي المزاجي بيكون عند الشخص ومش عارف كيف بيقدر يتخلص منها؟
هو كيف بيقدر يتخلص منها؟ كيف بده يعرفها مشان يتخلص منها؟ التتبع للأسف في علم النفس يعني لازم حدا يقول له يعني طبيب مثلاً. والله هم يكون عارفين يعمل مراقبة ذاتية. هو يعمل مراقبة ذاتية كل مرة المواقف. بس شلون يتخلص من هذه؟ بس قبل ما يتخلص ثمر كيف بده يعرف؟ في ناس بفكر حاله إنه هو مودي مش هو مودي ومش عارف إنه مودي، هاي المشكلة. نعم لهيك هم كلهم مترابطين مع بعض. الوعي الذاتي بصب في إنك تعرف نقاط الضعف اللي عندك، بصب في إنك تقدم نفسك بطريقة حقيقية، وكلهم بصبوا في صحتك. نعم على كل حال الأخصائية النفسية سماء حسونة شكرا لوجودك معنا. شكراً.